لا شك أن أيام يعني النهار من طلوع الفجر الثاني من أذان الفجر إلى أذان المغرب، لا شك أن اليوم من أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لا شك أن له فضيلة عظمى باعتبار هذا الحديث الذي ذكر: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. لكن الليالي لها فضل، بدليل كما قال ابن رجب رحمه الله، قال جماهير المفسرين على أن قول الله عز وجل وليال عشر أنها هي ليالي عشر ذي الحجة. وهذا المأثور عن ابن عباس والصحيح عنه خلافا لما ذكر عنه من أنه قال المراد ليالي عشر الأواخر من رمضان، قال والرواية عنه في هذا ضعيف، والصحيح عنه وعن الجماهير أن الله جل وعلا أقسم بليالي عشر ذي الحجة، فدل هذا على أن لها فضلا ومزية، لكن لا تساوى بنهار أيام العشر.